مرحبا بكم في قناتي الغذاء دواء. هل تعاني من أحد الأعراض الآتية؟ شحوب في الوجه، تنميل في الأطراف، ضعف العضلات، مشاكل في المشي، التعب والإعياء، زيادة نبضات القلب وقصر النفس. إذا كان لديك واحد أو أكثر من الأعراض السابقة فهذا علامة ودلالة أنك تعاني من نقص فيتامين B12. والآن سنتطرق إلى أسباب نقص فيتامين B12 ومن ثم إلى طرق العلاج. أولاً، أسباب نقص فيتامين B12. 1- اتباع نظام غذائي نباتي. تعد المصادر الغذائية الوحيدة التي تحتوي على فيتامين B12 بشكل كافي هي المصادر الحيوانية كاللحوم والدواجن والمأكولات البحرية ومنتجات الألبان. وفي حال كنت ممن يتبعون حمية نباتية، فأنت بكل تأكيد ستكون معرض لنقص فيتامين B12 بشكل كبير، لذا ينصح بتناول المكملات الغذائية لضمان سد النقص منها. 2- تناول بعض الأدوية. إن تناول بعض أنواع الأدوية والعلاجات اللازمة لبعض المشاكل الصحية يمكن أن يؤثر على امتصاص فيتامين B12 ويؤدي إلى انخفاضه في جسمك، ومنها مثبطات مضخة البروتون التي تستخدم أحياناً لعلاج عسر الهضم والحموضة، وقد تزيد نقص فيتامين B12 سوءاً. مثبطات مضخة البروتون، وهي من الأدوية المضادة للحموضة أيضاً التي تمنع إفراز حمض المعدة الضروري لتحرير فيتامين B12 من الطعام الذي تتناوله. بعض أدوية السكري، والتي قد تشمل دواء ميتفورمين. 3- الإصابة بالسكري أو بأمراض المناعة الذاتية. عادة ما تعد مشاكل عدم انتظام مستويات السكر في الدم من أسباب نقص فيتامين B12 على المدى الطويل، حتى لو كان المريض حريصاً على تناول مصادره الغذائية بانتظام، كما تسبب أمراض المناعة الذاتية كمرض الذئبة نقص في مستويات فيتامين B12 في الجسم، لذا ينصح في تلك الحالات بتناول مكملات غذائية لسد أي نقص محتمل، وذلك بعد استشارة الطبيب. 4- تناول الكحول بانتظام. إذا كنت من الأشخاص الذين يتناولون بشكل يومي كوب من الكحول، فإن احتمالية تأثر مخزون فيتامين B12 سلبا ستكون عالية لديك. فالأشخاص الذين يشربون الكحول بشكل منتظم تبين أنهم يعانون من نقص في فيتامين B12 أكثر من غيرهم، وذلك لأن الكحول يمنع جسمك من امتصاص كميات كافية من فيتامين B12 في الجسم، كما أن شرب الكحول قد يؤدي إلى تغييرات سلبية في النظام الغذائي المتبع. 5- تقدم العمر. إذا كان عمرك قد تجاوز الخمسينات، من المؤكد أن جسمك لم يعد يعمل بنفس الطريقة التي كان يعمل عليها من قبل، وسوف تصبح معرض بشكل أكبر للإصابة بالعديد من الأمراض، ومن ضمنها نقص امتصاص فيتامين B12.
وسوف تزيد فرص الإصابة ببعض الأعراض مثل النسيان وفقدان الذاكرة والتركيز. وفي هذه الحالة ننصح بضرورة تناول فيتامين B12 ومكملاته لسد أي نقص. 6. أسباب نقص فيتامين B12 الأخرى. هناك أسباب مهمة أخرى، وهي التهاب المعدة الضموري، حيث تضعف بطانة المعدة فقر الدم الخبيث، إذ لا يتمكن جسمك من امتصاص فيتامين B12. الحالات التي تؤثر على الأمعاء الدقيقة مثل مرض كورون أو الداء الزلاقي أو الالتهابات البكتيرية أو الطفيلية. ثانياً، علاج نقص فيتامين B12. من يجب عليه اتباع العلاج؟ 1. أي شخص يعاني من أحد الأعراض السابق ذكرها في أول الفيديو. 2. الأشخاص النباتيون الذين يتجنبون استهلاك المنتجات الحيوانية. 3. الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي والتي تؤثر على امتصاص فيتامين B12. 4. كبار السن، فقد أظهرت العديد من الدراسات أن 10-30% من كبار السن يعانون من سوء امتصاص فيتامين B12. ينقسم علاج نقص فيتامين B12 إلى فئتين. الفئة الأولى، وتشمل الأشخاص النباتيون الذين يتجنبون استهلاك المنتجات الحيوانية، والأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي وكبار السن. هؤلاء يمكنهم الحصول على ما يكفيهم من فيتامين B12 من خلال تناولهم الأطعمة الغنية به، وسنوضح تلك الأطعمة. الأطعمة الغنية بفيتامين B12، كبدة الحيوان والكلى. من أكثر الأطعمة التي يمكنك من خلالها الحصول على أكثر من 1% من الكمية الموصى بها من فيتامين B12، وخصوصا كبدة البقر أو الغنم، إذ تحتوي الحصة الواحدة منها على ما يقارب من 53-66 ميكروجرام من فيتامين B12. السردين، يعتبر سمك السردين من الأطعمة المغذية جدا بفيتامين B12، لأنه يحتوي على جميع العناصر الغذائية بكميات محددة، إذ يوفر كوب واحد أكثر من ضعف الاحتياجات اليومية من فيتامين B12. اللحم البقري، اللحم البقري هو مصدر ممتاز لفيتامين B12، حيث توفر شريحة واحدة من اللحم البقري حوالي 100% من الاحتياجات اليومية لهذا الفيتامين. إذا كنت تبحث عن أغذية ذات تركيز أعلى من فيتامين B12، فمن المستحسن أن تختار اللحوم قليلة الدسم، ومن الأفضل شويها أو تحميصها بدلاً من القلي، فهذا يساعد في الحفاظ على مستوى أعلى من فيتامين B12. الحبوب المدعمة، تعد تلك الحبوب خيار جيد للنباتيين نظرا لعدم استهلاكهم لأي من منتجات اللحوم، بحيث يحتوي كوب واحد من الحبوب المدعمة تقريبا على حوالي 4.8 جرام من فيتامين B12. سمك التونة،
يعتبر سمك التونة من الأسماك شائعة الاستهلاك نظراً للعناصر الغذائية العالية التي تحتويها، خصوصاً فيتامين B12، بحيث تحتوي وجبة التونة الطازجة 100 جرام على حوالي 106% من الكمية الموصى بها من فيتامين B12. وتعتبر التونة المعلبة خياراً جيد للحصول على ذلك الفيتامين، بحيث يحتوي 105.6 جرام من التونة المعلبة بالماء على 85% من الكمية الموصى بها. سمك السلمون. يشتهر سمك السلمون بوجود واحد من أعلى تركيزات أحماض أوميغا 3، ومع ذلك فهو أيضا يحتوي على نسبة جيدة من فيتامين B12، كما أن 175 جرام من سمك السلمون يمكن أن يحتوي على أكثر من 80% من الاحتياجات اليومية. الحليب ومنتجات الألبان. يعتبر الحليب ومنتجات الألبان من المصادر الرائعة للبروتين والعديد من الفيتامينات، ومن أهمها فيتامين B12، إذ أن كوب واحد من الحليب أو اللبن كامل الدسم يوفر 18% من الاحتياجات اليومية لفيتامين B12. كما أظهرت العديد من الدراسات أن فعالية امتصاص الفيتامين من مصادر الألبان ومنتجاتها أفضل من تلك المأخوذة من اللحم البقري أو البيض أو السمك. البيض. توفر بيضتان كبيرتان حوالي 22% من الاحتياجات اليومية من فيتامين B12، كما أظهرت العديد من الدراسات أن تركيز ذلك الفيتامين في صفار البيض أعلى من بياض البيض وأسهل للامتصاص، لذلك يوصى بتناول البيضة كاملة بدلاً من تناول البياض فقط. الفئة الثانية. وتشمل الأشخاص الذين يعانون من أحد أو أكثر من الأعراض الآتية: 1- شحوب في الوجه، 2- تنميل في الأطراف، 3- ضعف العضلات، 4- مشاكل في المشي، 5- التعب والإعياء، 6- زيادة نبضات القلب وقصر النفس. هؤلاء عليهم الاستعانة بالمكملات الغذائية لفيتامين B12، ولا سيما الحقن. تعد الحقن أفضل من المكملات الفموية لفيتامين B12، وذلك لأنها تدخل مجرى الدم مباشرة دون الحاجة للمرور في الجهاز الهضمي، ما يجعلها خياراً ملائماً لمن يعانون من مشكلات صحية في الجهاز الهضمي. يحتاج الجسم يومياً كميات من فيتامين B12 تبعاً لما يأتي: 2.4 ميكروغرام للذكور والإناث أكبر من 14 عاماً، 2.6 ميكروغرام للنساء الحوامل، 2.8 ميكروغرام للنساء المرضعات. يمكن تعويض النقص في فيتامين B12 عن طريق الحقن بالفيتامين مثل حقن ديبوفيت B12. لأشخاص الفئة الأولى، الجرعة المطلوبة كوقاية من نقص فيتامين B12 أمبول واحد كل شهرين أو 3 كوقاية من النقص لهذا الفيتامين. لأشخاص الفئة الثانية، أمبول كل 3 أيام أو كل 5 أيام أو أسبوعيا، يتم تحديدها على حسب شدة الحالة وتعليمات الطبيب. تفاعلات حقن B12 مع الأدوية وبعض الحالات المرضية. يجب أن يقوم المريض بإعلام الطبيب بأية أدوية يتناولها قبل اعتماد خيار حقن فيتامين B12، إذ قد تتعارض بعض الأدوية مع الحقن وقد تسبب بعض المضاعفات.
ومن بعض الأدوية التي قد يسبب أخذها إلى جانب حقن B12، بعض المضاعفات، الأسبرين، المضادات الحيوية، الميتفورمين، أدوية منع الحمل الفموية. وإذا كان المريض يعاني من أي ردود فعل تحسسية تجاه أدوية معينة، أو مصاب ببعض الأمراض، فعليه أن يقوم بإعلام طبيبه قبل البدء بالعلاج. ومن بعض الأمراض التي قد لا تلائم حقن فيتامين B12 هي الحساسية تجاه مادة الكوبالت، أمراض الكلى، بعض أمراض الدم، اعتلال ليبير البصري العصبي، نقص في مستويات حمض الفوليك والحديد. المداومة على تناول الغذاء الصحي هو أفضل وسيلة للوقاية من الأمراض والتمتع بصحة جيدة وحياة أفضل. لذا ننصحكم وننصح أنفسنا دائما بتناول الغذاء الصحي الذي يحتوي على الفيتامينات والأملاح والمعادن التي يحتاجها الجسم. دمتم بصحة وعافية، ونشكركم على المشاهدة. نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من معلومات هذا الفيديو، ونرحب بأسئلتكم ومقترحاتكم حتى نتمكن من إفادة الجميع. وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد.